برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، يشارك وفد الشعبة البرلمانية في المؤتمر 27 للاتحاد البرلماني العربي والدورة 23 للجنة التنفيذية للاتحاد، والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالقاهرة، حيث سيتم بحث عدد من القضايا العربية الراهنة. تعزيزا لدور الشعب البرلماني لمملكة البحرين على المستوى العربي، نشارك إن شاء الله في المؤتمر 27 للاتحاد البرلماني العربي في جمهورية مصر العربية لاستعراض الموقف العربي الراهن، وأيضا لبحث سبل تعزيز التعاون والتعامل مع التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية من أجل المستقبل العربي. أيضا نشارك خلال هذا المؤتمر في إن شاء الله في اجتماعات اللجان البرلمانية الخاصة بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية، وأيضا اللجنة الخاصة بالشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون المرأة والطفل. طبعا هذا بجانب تواجد مجلس النواب في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. طبعا المؤتمر يهدف أو سيبحث توحيد التشريعات خاصة في ظل التوافق العربي لأهمية هذا الموضوع في تنمية المجتمع وحفظ كيانه واستقراره. ومملكة البحرين واحدة من 5 دول في لجنة الفريق القانوني، والتي تتولى بحث هذه التشريعات، تشريعات نموذجية استرشادية لمكافحة الإرهاب، وأيضا في مجال المرأة والطفولة والصحة.